بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب مهندس موقع ملاحظات سريعة وهامة عن الأواعد المسلحة. في نجارة الأواعد المسلحة يتم تقوية أجناب الأواعد بحبس علوي لمقاومة الضغط العلوي. الحبس العلوي هو ألواح أفقية تحبس على العوارض الرأسية لتمنع تحركها، توضع لمقاومة الضغط العلوي أثناء صب الخرسانة داخل العدة. نلاحظ الصورة هنا إن عندنا لوح أفقي، اللوح الأفقي ده جاي على سيفه على العوارض الرأسية، فلما بيجي على سيفه على العوارض الرأسية بيقاوم الضغط العلوي اللي موجود في الأواعي. طبعا كلنا عارفين إن الضغط السفلي دايما بيكون أكبر من الضغط العلوي إلا في الكمرات، خاصة اللي على الداير بتاع المبنى لأن بيحصل عليها ضغط كبير. المقصد إن هنا ممكن أحط حبس واحد من فوق، لكن من تحت ممكن أحط اتنين حبس سفلي لو الجنب طويل زي ما ذكرنا في فيديو الحبس السفلي. بشكر حضراتكم وبسألكم الدعاء، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.